عليه لم يفعله رضي الله عنك نفيه لأبي ذر أو ضربه لعمار أو عبد الله بن مسعود، ومنها ما هي مسائل اجتهادية كجمعه أو كإتمامه في الصلاة، هذه مسائل اجتهادية فقهية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها والتي تكشف الحقائق الناصعة عن الصحابة والتي تجلي عنهم كل شبهة؟ والله يعني تجلي عنهم كل شبهة، وكذلك تحتاج الكتب التي اهتمت بهذه الشبه ونقضها، يعني بالنسبة خاصة للشبه التي وقعت على عثمان رضي الله عنه، العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي القاضي رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى اليحيى حفظه الله تعالى، وكذلك الخلافة الراشدة من فتح الباري أيضا للدكتور يحيى اليحيى، وعصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، وسير هؤلاء جميعا، سير الخلفاء الراشدين لعلي بن محمد الصلابي أو محمد بن علي الصلابي الدكتور حفظه الله تعالى، يعني طيبة جدا في هذا الموضوع أيضا، يعني وإن كان لم يفصل كثيرا لكنه جيد جدا في بابه، وكتاب الخلفاء الراشدون للدكتور سليمان معرفي، يعني هذه جيدة يعني إن شاء الله تعالى. نعم. وحقبة من التاريخ إن شاء الله جيد في هذا الموضوع. هذا سؤال، يعني اسمح لنا الشيخ بكثرة الأسئلة، إن الزيارة مرة واحدة في السنة تجعل كثرة الأسئلة. يقول: ما حكم سب الصحابة والخلفاء بالتحديد؟ سب الصحابة مجملا هذا كفر، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما جاءنا بالقرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فسبوا مجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم والتشكيك في نزاهتهم ودينهم هذا كفر. أما سبوا أفراد من الصحابة بأعيانهم، فلان جبان أو فلان زاني أو فلان سارق أو فلان كذاب أو كذا، هذا فسق يؤدب، الذي يقول هذا كما قال الإمام مالك يؤدب، يجلد تعزيرا، يؤدبه القاضي بما يراه مناسبا، إلا إذا كان هذا السب خاصة يعني في الزنا لأمهات المؤمنين فهذا كفر، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى في قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، فهذا كفر. الطعن في عرض زوجات النبي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر. نعم. يقول السائل: أنا كنت شيعيا وأصبحت بحمد الله سنيا، ولكن أهلي لا زالوا متشددين، فكيف أجعلهم من أهل السنة؟ إذا استطاع الرسول ما استطاع أن يجعل عمه أبا طالب مسلما، فالأمر بيد الله، عليك بالدعاء يعني لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، واختر الأماكن والأوقات المناسبة والأدعية المناسبة أيضا، فادعوا الله لهم بالهداية، هذا أمر. الأمر الثاني، أولا تزود بالعلم الآن، احرص على نفسك، ابدأ بنفسك الآن ابدأ بنفسك، من حيث تعلم العلم الشرعي الصحيح، كيف تعبد الله، كيف توحد الله جل وعلا، واحرص على الجماعة الطيبة والأصحاب الصالحين، وتعلم شبهاتهم والرد عليها، فإذا قويت عزومك وعرفت أمرك جيدا بعد ذلك تبدأ بالدعوة، وتبدأ بالدعوة واحدا واحدا، تدعوهم لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، وتأخذ من تراه قريبا منهم وهكذا. فالقصد الآن أجل قضية دعوتهم، وادعو نفسك الآن، ابدأ بنفسك الآن، قوها في إيمانها في علمها في يقينها في توحيدها وهكذا، بعد ذلك واستمر في قضية الدعاء لهم بالهداية وهذا وهكذا، بعد ذلك عندما تتقوى وتثبت أمورك تبدأ بقضية دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية والتوفيق والسداد. يقول: والدي قد مات وهو يدعو الأموات من دون الله ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يذبح لغير الله، فهل يجوز له أن أستغفر له؟ هذه القضايا يعني تقريبا ثلاثتها شركية، وهي قضية الدعاء الأولى إيش؟
يدعو الأموات من دونه. أي نعم، يعني دعاء الأموات هذا الشرك، كفر في حد ذاته. وكذلك الذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالأصل في هذه الأفعال أنها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. ولكن يبقى قضية اللي هي إنزال الحكم على المعين، على الشخص نفسه. هل يقال إن هذا الأب مشرك؟ يعني مثلا هو كما وقع للرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فخذوني واحرقوني ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء، والله لن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ما عذبه أحدا من العالم، ثم غفر الله له لما عرف الله في قلبه من الإيمان، وما عرف من أن قوله هذا جاء عن طريق الجهل، ما قاله عن طريق القصد أنه إن الله لا يقدر سبحانه، ولكن جهله هذا الآن فعذره الله لجهله. قد يكون هذا الأب يعني معذورا بجهله، أنه يظن أن هذا الذي عليه هو الحق. ولكن نحن الآن نعامل الناس بما يظهرون، الذي يظهر لنا أن هذا شرك وهذا كفر، فلا تستغفر له، دعه خلاص، ترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. والأصل أنه مات على الشرك إذا كان على ما ذكرت في سؤالك، لكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول إن أكثر أهل السنة يقولون إن يزيد بن معاوية ضال ويكرهونه، وهل هذا الكلام صحيح؟ يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، وكان يغزو في سبيل الله، وفتحت فتوحات في زمنه، وكان يحكم شرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعنده أخطاء، وأخطاؤه جسيمة. وأعظم ثلاثة أخطاء كما ذكر أهل العلم، قال الذهبي افتتح خلافته بمقتل الحسين وختمها بحصار عبد الله بن الزبير في الكعبة. خلافة يزيد استمرت 4 سنوات فقط، في هذه السنوات الأربع كان مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك وقعت الحرة التي استباح فيها المدينة قتلا، ثم بعد ذلك كان حصار عبد الله بن الزبير في مكة، ورميت الكعبة بالمنجنيق. يعني هذه 3 أحداث وقعت في زمن يزيد، ولذلك أهل العلم كانوا يكرهون يزيد لهذه الأمور، لكن لا يقولون إنه كافر، يقول هم من فساق المسلمين أو من الملوك الظالمين من هذا الباب، لكن لا يكفرونه، لكن لا شك أنه ليس من صالح الخلفاء قطعا. نعم. يقول الشيخ أنا عندما أسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه تذرف دموعي، فهل يعتبر هذا حبا صادقا لهم؟ أرشدني وفقكم. والله هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر الإنسان إذا يعني قامت معه هذه المشاعر الطيبة المباركة عندما يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه، فما ذرفت هذه الدموع إلا لمحبته لهم وحبه أن يكون معهم وغير ذلك من الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبك على هذه الدموع وأن تكون يعني في ميزان حسناتك. نعم. الروافض كلاب أهل النار، فهل هذا حديث أم رواية أم ماذا؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل حديث فيه لفظ الرافضة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الروافض بهذا الاسم الرافضة أو الروافض، أنه ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حديث تقرأه فيه اسم الرافضة هكذا، اسم الرافضة قال الرافضة كذا أو الرافضة كذا، فغير صحيح، هذا الذي أعلمه. والمشهور أن أول من أطلق عليهم اسم الرافضة هو زيد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما طلب منهم أن يعني يخرجوا معه لما خرج على خليفة زمانه، قالوا له فما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال جداي وصاحبي جدي. قال ألا تسبهما؟ قال لا. قالوا إذن نرفضك؟ قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فالمشهور أن أول من أطلق عليهم اسم الرافضة هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يعني فإذا جاءك حديث في اسم الرافضة فأضرب به عرض الحائط. يقول أحسن الله إليكم، تنوعت الخلافة يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعده، ف وصية ثم انتخاب ثم اختيار ثم تنازل ثم ملك عضوض، فهل هذه كلها خلافة صحيحة يقرها الإسلام؟ الله تبارك وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، هذا الأصل في الخلافة أن تكون شورى، أن يجتمع أهل الحل والعقد وأن يختاروا رجلا صالحا
تنطبق عليه الشروط فيحكم المسلمين، هذا هو الأصل في الخلافة. لكن قد تتم بغير ذلك، قد تتم بالنص أو قد تتم بالغلبة. فالأصل عند أهل العلم أنها بالشورى، هذا هو المطلوب. لكن لو لم تتم بالشورى، يعني أنت لا تكيف الواقع، يعني أحيانا قد تخيل